نكمل مع حضراتكم. رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف المواجهه الموافقه عفوا على مطالبات تاجيل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مؤكدا اقامه مباريات الذهاب في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري، على ان تقام ايابا يومي 2 و3 من شهر اكتوبر المقبل، دون وجود نيه من قبل الاتحاد الافريقي اصلا لكره القدم على اجراء اي تعديلات في تلك المواعيد. وكانت تقارير مغربيه قد كشفت ان كاف قرر تاجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه دون تحديد مواعيد جديده لاقامه المباريات المؤجله، وده طبعا خلينا ناكد مش مظبوط.